يا مرحبا. بالنسبة للأطباء اللي تخرجوا حديثا ولبقية الطلاب اللي راح يتعينون فيما بعد، راح أحكي لكم على تجربة بالنسبة لي مريت بيها، وهي أنه راح تسمعون كثير أطباء مقيمين أو حتى مقيمين أقدمين صار لهم سنوات متعينين يقولوا لك أنه الشيء اللي تعلمته بالكلية بجهة والشيء اللي راح تطبقه المستشفى بجهة ثانية، يعني يخلوك مثل اللي تأيس أو ما تركز بالمواد وبالكلية بالمعلومات اللي راح تاخذها بالكلية، تقول يلا راح أتعلم بالمستشفى أشياء ثانية وما والأشياء بالمستشفى اللي عم أعملها ما لها علاقة. طبعا بالنسبة إلي سمعت كثير هذا الكلام، ويقال دائما الجملة أنه هو العلاجات اللي تصير هو كل العلاج والمانجمنت هو ربش. بالنسبة إلي بعد ما قضيت تقريبا 3 شهور بالباطنية شفت أن هذا الكلام خطأ وما له أي أساس من الصح. الصحيح أنه أو تجربتي على الأقل أنه بالعكس، المعلومات اللي درستها بالكلية كلها راح تحتاجها بالمستشفى، لكن بشكل أسرع وبشكل يسموه فوكس أكثر. فبالتالي مثلا الهيستوري اللي تعلمته، الاكزامينيشن، الانفستيجيشن، حتى المانجمنت كله راح يكون فوكس ومركز واسرع، خاصه بالطوارئ، وبالردهات راح يكون بشكل مفصل اكثر. حتى لما كنت دخلت عنايه كانوا المقيمين الاقدمين يطلعون الكتب ويطلعون ميديسكيب ويقرون من الجايد لاينز بالضبط، يجيبون الجرعة الصحيحة وإلى آخره. وأنا أحكي لكم عن تجربة مرت بي في يوم من الأيام، مثلا على أبسط شيء أنه في حالة من حالات الخفقان المشتهرة كمان اللي هي مثلا SBT، قصة تعلمنا أنه نمشي واحد سيستماتيك، يمشي مثل ما تعلم بالكلية، ما أنه يمشي يعطي فعلا علاجات ربش أنه 1 + 1 = 2، لا، وإنما تمشي بالجايد لاينز كما مكتوب. فمثلا جت الحالة، بعض المقيمين في هذاك الوقت اللي كنت أنا بيه متواجد كأوفرلاب متدرب، عالجوا المريض هذا قبل أعطوه، شخصوا SBT عن طريق التخطيط من القلب، وأعطوه علاج قبل مثلا بدأوا بيه بالأدينوسين. طبعا طوى أول جرعة، ثاني جرعة ما استفاد. جاء المقيم الأقدم بدأ سيستماتيك، زين، اللي هو طالب البورد، بدا سيستماتيك، بدا من البدايه، اللي هو بدا البالزالفا مانوفر وبدا الكاروتيد مساج. بالبالزالفا مانوفر رجع طبيعي المريض واستجاب بعد ما استجاب اساسا للعلاج. فبالتالي اللي سواه المقيم الاقدم انه بدا سيستماتيك، بدا جايد لاينز، جرب الخطوه الاولى، جرب الخطوه الثانيه، فما بعد نفس الحاله تنطبق على بقيه الامراض. تعلموا الجرعات الصحيحة، نفسها راح تستخدموها بالمستشفى، ماكو شيء اسمه بالمستشفى شيء، وبالكلية المعلومات اللي أخذتها كلها راح تذبب الشط وما راح تحتاجها، وإن شاء الله بالتوفيق.